السلام عليكم. الله يبارك. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بفضلك يا شيخ، عندي سؤالين. سلي. أول شيء، حكم عمل أكاديمية أونلاين، يعني بنجيب معلمين وبنقول لهم مثلا بتاخدوا أجر كذا في الساعة، ولازم نتفاضل، ولازم هم بيوافقوا عفوا، ولازم نتفاضلك ونقول أكاديمية، ما نكلم باللغة العربية، لازم تعظموا لغة الكفار وتظن أكاديمية، لو شوف لغة عربية حلوة، مجموعة معلمين، مجموعة طلبة، أما أكاديمية وأكاديمية لماذا نتعاجم؟ لماذا نتعاجم وأنت تتكلمي كلام شرعي؟ فلماذا التعاجم؟ ما سؤالك؟ والله كنت أحسبها أكاديمية عربية. أكاديمية عربية ناس. السؤال طيب. عفوا يا شيخ. تفضلي. مجموعة طلاب أونلاين، مجموعة طلاب عن طريق الإعلانات وكده، وبنجيب معلمين بنقول لهم مثلا تاخدوا أجر كذا في الساعة. ماشي. لكن المعلمين هم اللي بيشتغلوا مع الطلاب، واحنا بناخد نسبة من الأجر اللي الطلاب بيدفعوه. يعني أنت بتوصلي معلمين لطلبة. أيوة. وتأخذي نسبة على التوصيل. أيوة. دلالة يعني. هل ده حلال؟ حلال. طيب. مدام المواد مدامت المواد طيبة التي تدرسوها. نعم، قرآن كريم. مدام حلال. طيب هل لازم المعلم يعرف الطالب بيدفع كام ولا عادي؟ لا مرتضى بالأجر اللي هو بياخده. كلام مرتضى بالأجر خلاص. طب ولازم الطالب يعرف ان المعلم ان الاكاديميه ليها نسبه؟ لا 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 لا، انت خلاص انت تعهدتي بتوفير مدرس للطالب وقلت للطالب هذا المدرس انا ساوفر لك المدرس ب1000 جنيه، وقلت للمدرس تعال يا مدرس انا اوصلك لطالب ب500 جنيه وخاصه انت الباقي، ما في مشكله، انت عليك، انت مسؤوله دلاله. تمام. طيب ثاني حاجة يا شيخ، احنا الاجر اللي بناخده ده على الوقت بتاع الحصة، فمثلا لو الطالب موعد حصته وما دخلش، هل يجوز لنا ان نحسب الحصة عليه؟ طبعا، بس لانك عطلت المدرس. تمام يا شيخ، جزاك الله خير. وياكم.